عدة أشخاص أصيبوا بجروح في غارة جوية يوم الجمعة استهدفت مستوصفاً في حي المرجي شرق مدينة حلب والخاضع لسيطرة فصائل المعارضة وفي حي باب الفرج الخاضع لسيطرة النظام قتل عدد من الأشخاص إثر سقوط قذائف مورتر على أحد المساجد نظام التهدئة الذي اتفقت عليه روسيا والولايات المتحدة والذي سيبدأ عند الساعة الأولى من يوم السبت سيطبق فقط في مناطق الغوطة الشرقية ودمشق وريف اللاذقية الشمالي من جهته المتحدث باسم مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحده ندد بموقف مجلس الامن وقال استمرار فشل مجلس الامن على احاله سوريا الى المحكمه الجنائيه الدوليه مثال على اكثر الاشكال المخزيه من السياسه الواقعيه في اذهان العديد القوى العظمى اصبحت شريكه في التضحيه بمئات الالاف من الارواح ونزوح الملايين من جهة أخرى، بواسطة مظلات أسقطت طائرات يُعتقد أنها روسية مساعدات إنسانية قدمها برنامج الأغذية العالمي إلى مدينة دير الزور المحاصرة من قبل تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.